طيب اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ مقدمة في المشين ليرنينج. طبعا احنا سابقا شفنا اللاندسكيب تبعت الداتا ساينس، وحكينا انه الداتا اللاندسكيب انه انا في عندي عناصر اساسية، انه الداتا بري بروسيسنج، كيف نعمل كلين للداتا، كيف نعمل هاند للميسنج داتا. تمام، شفنا كذلك موضوع الداتا فيجواليزيشن، انه انا كيف بدي استكشف توزيع، يعني اكتشف توزيع البيانات والعلاقه بين البيانات هذه. وحكينا كذلك على السوفت سكيلز اللي من ضمنها البروبلم سولفينج والدومين نوليدج. تمام، الان بدنا نيجي لجزئيه الماشين ليرنينج، بس قبل ذلك بدنا نحكي على الليرنينج أو الماشين ليرنينج بشكل عام. طبعاً الماشين ليرنينج هو عبارة عن سب برانش من الـ AI، والـ AI هو سب برانش من الكمبيوتر ساينس. تمام؟ بيشمل عدة مواضيع، المواضيع هذه هي. في عندي أربع أنواع من الماشين ليرنينج. الكلاسيكال ماشين ليرنينج اللي احنا هنبدا فيه اليوم، تمام، الانسمبل ميثودز والنيورال نتوركس والري انفورسمنت ليرنينج. تمام، الكلاسيكال في منه نوعين، سوبرفايزد وان سوبرفايزد. و السوبرفايزد انا في عندي كلاسيفيكيشن وريجريشن. طبعا مفهوم الماشين ليرنينج انه بدنا نمكن الماشين او الحاسوب انه هو يكون في عنده القدره انه هو يتعلم، بس من وين هو حيتعلم؟ في عندي عده طرق انه هو يتعلم، يعني مثلا على سبيل المثال انه في هدول الثلاث طرق لما بيكون في عندي بيانات، فانا بدي له اكزامبلز. الاكزامبلز هذه ممكن تكون عباره عن ايش؟ في عندي هنا article simplified. تمام، فاحنا كنا بنحكي في فكره انه الماشين بدها تتعلم، انه يعني احنا كهيومن نقدر نفرق بين الاوبجكتس، انه هذه كات وهذه دوغ، وهذا هذا هذا عباره عن موبايل فون، هذا عباره عن لابتوب. تمام، هذه الشغله انه الانسان انه بتعلمها طوال فتره حياته زي هيك، وبتكون عنده بشكل اساسي. لكن الحاسوب عشان يقدر يتعلم هاي الشغلات لازم انا ادي له اكزامبلز، لازم انا اورجيه مجموعه من الصور على سبيل المثال، واحكي له انه هذه عباره عن صوره كات، هذه عباره عن صوره دوغ. فهو بيبدا يتعلم انماط لوحده، انه الكات انه فيها بيكون في الصوره شكلها كذا، او لونها بيكون بنمط معين. او ممكن انا احكي له في الداتا سيت تبعتي انه تكون ستراكشر، مش بالضروره انه تكون عباره عن صور، انه ممكن احكي له انه والله لما يكون في عندك غرفتين في البيت، ولما تكون مساحته هالقد، ولما يكون في المنطقه الفلانيه، فبالتالي سعره المفروض انه يكون هالقد. فبالتالي هو بيبدا يتعلم من انماط اسعار البيوت، وبيبدا يبني موديل بقدر من خلاله انه هو يحكي لي شو هو سعر البيت. فبالتالي هدول الطرق سواء كان كلاسيكال او انسمبل ميثود او نيورال نتوركس بتحتاج لبيانات. اما الري انفورسمنت
هنا في هذه الحالة أنا بلجأ لها أصلاً لما بكونش في عندي بيانات. بلجأ لها متى؟ لما ما يكونش في عندي بيانات. بيكون في عندي في هذه الحالة environment، على سبيل المثال إنه أنا في عندي روبوت بدي أحطه في هاي الغرفة، تمام؟ فبحطه في environment محددة وبعطي له actions محددة، يعني على سبيل المثال إنه في عنده 10 actions. بدأ يجرب الأكشنز هذه واحدة واحدة، وبناء على السياسة هذه إنه أنا يا إما بديله ريورد أو بديله إنه بخصم على سكور تبعه، بعاقبه، يا إما بديله مكافأة أو بعاقبه، تمام؟ وهذه يعني إنه بتعتمد إنه أنا لما برسم سياسة معينة في الانفيرومنت هذه، هو بيبدأ يتعلم لوحده بدون ما يكون في عندي بالضرورة بيانات. وزي الطفل الصغير بالضبط، لما يمسك حاجة سخنة خلاص انه هو بروح انه والله لما امسك حاجة سخنة بتعاقب وبتلسع ايدي زي هيك، فبالتالي ببطل انه هو يعيدها. لكن شغلة تانية انه بديله عليها جائزة فبروح بكررها بهذا الشكل، تمام؟ هو ببنيش بيانات، هو بيستخدم البيانات عشان يبني موديل، بتعلم من انماط البيانات، هو learn by example. يعني أنا لما بدي أجي أدرسكم الرياضيات، كيف بدي أعلمكم الرياضيات؟ بحكي لكم إنه المفهوم الأساسي، والمفهوم الأساسي ما بيكفيش، فبدي أعطيكم أمثلة، 10 أمثلة، 20 أمثلة، لما تقولوا إنه خلاص إحنا والله هذا الدرس أو هذا المنهج إحنا استوعبناه بالكامل، ساعتها بيصير في عندكم القدرة إنه أنتم تحلوا مسائل الرياضيات لوحدكم. نفس الشيء بالنسبة للماشين، فبدي أخليها يعني أخلي الماشين إنه هي تتعلم ماشين ليرنينج. شو بدي اديها؟ اكزامبلز، والاكزامبلز هذه في هذه الحاله عباره عن الداتا سيت تبعتي، سواء كانت عباره عن سجلات بيوت او صور كاتس ودوجز او وات ايفر. يعني الرينفورسمنت بالضبط بناء على سياسه معينه انه ممكن انه يعني يتعلم لوحده، تمام؟ فبالتالي هذه الانواع هذه يعني لما تكون يعني اي نوع اختار من هذول، لما تكون انا عندي الداتا بسيطه والفيتشرز واضحه بروح باتجاه الكلاسيكال مباشره، ما غلبش حالي واروح استخدم طرق معقده وانا عندي الكلاسيكال ممكن تجيب لي نتائج كويسه. اما في حال انه انا ما كانش في عندي داتا بروح باتجاه الري انفورسمنت، تمام؟ فبالتالي هو بيتعلم لوحده. اما اذا انا كنت محتاج ان انا احسن الاداء، فبالتالي بروح بستخدم الانسمبل، مفهوم الانسمبل اللي انا بستخدم اكثر من طريقه بدمجهم مع بعض بشكل مبسط، يعني انا بحكي بدمجهم مع بعض عشان انا احسن الاداء. اما الديب ليرنينج اذا كانت انا عندي الفيتشرز مش واضحه، تمام، والديتا معقده، فبالتالي ممكن اروح باتجاه الديب ليرنينج. طيب يبقى الماشين ليرنينج احنا بدنا نحكي بشكل مبسط. بدي اتخيل الماشين ليرنينج انه انا في عندي مجموعه من الفيتشرز، هيها شايفينها واضحه اكس كابيتال، وهذا النوتيشن ستاندرد حتلاقوها انه هي بتمر معانا في كل المكتبات، سواء كان نستخدم الاسكي ليرن او سايكيت ليرن او تنسر فلو او حتى البيتورش تبعت فيسبوك او تبعت جوجل، كلهم نفس المفهوم. اكس كابيتال، ليش اكس كابيتال؟ انه انا عندي اكثر من عمود، وهذا الكلام احنا شفناه في الباندا داتا فريم، انه انا بيكون في عندي اكثر من اعمده اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3. واي هو عباره عن التارجت تبعي اللي انا بدي اللي بده يتعلمها، الشغله النتيجه اللي بده يتعلمها، تمام؟ فبالتالي الماشين ليرنينج زي كانه بناء داله، شو بتاخذ الداله اف؟ تاخذ الاكس اللي هي الفيتشرز عشان تطلع الواي. فبالتالي انا بدي له الاكس كفيكتور، مجموعه من القيم، عشان يطلع لي الواي، انه والله الواي هذا ممكن يكون نيوميريك، فبالتالي بتكون البروبلم عباره عن ريجريشن، تمام؟ فبالتالي لما زي سعر البيت مثلا، او ممكن تكون عبارة عن كاتيجوري، تمام، فئات، فبالتالي بتكون كلاسيفيكيشن. واضحة الأمور ولا
مع الأمثلة ممكن توضح الأمور. تمام؟ طيب الواي سمول ليش؟ عمود واحد بالضبط. تمام؟ يبقى الاكس هي الفيتشرز والاف هي الموديل تبعي والواي هي التارجت. تمام؟ طيب الفيتشرز تبعتي ايش ممكن تكون؟ يعني على سبيل المثال بدي نموذج يقدر يفرق بين التفاحة والبرتقالة. من الصور هذا ممكن. في شغلة تانية؟ أنا في عندي سنسورز ممكن أنا أستشعر من السنسورز هذه وزنها. إيش كمان؟ اللون بقدر أعرف اللون كمان. ممكن أعرف التكستشر الملمس تبعها، ملمس البرتقالة غير عن ملمس التفاحة. والشيب تمام، إنه هذيك دائرية أكثر، إنه بتكون البرتقالة دائرية أكثر. فبالتالي هدول ممكن يكون أربعة فيتشرز، والتارجت تبعي إنه أنا في عندي تو كاتيجوريز، يا يعني إما أورنج أو أبل. تمام؟ طيب هذه الشغلة سهلة ولا صعبة؟ يعني احنا كهيومن ممكن انه احنا يصير في عنا لبس في بعض الصور، اضلني ادقق شويه زي هيك عشان احدد انه هذا عباره عن كب كيك ولا دوغ، صح؟ فبالتالي انه اتس فيري تشالنجينج للماشين كمان. تمام؟ او ممكن زي ما حكينا انه من الكات والدوغ انه انا ادي له مجموعه من الاكزامبلز، أدي له صور قطط مختلفة بألوان مختلفة بأحجام مختلفة بأشكال مختلفة بوضعيات مختلفة، مرة فوق السرير مرة فوق الطاولة أنا عندي مرة في الشارع، وهنا نفس الشيء بالدوغ. فبالتالي إنه هو بده يتعلم، عشان في الأخير أقول له خلي بالك هذا دوغ، بقول لي أوكي هذه مرحلة التعلم. تمام؟ أحكي له إنه هذه عبارة عن كات، بقول لي ماشي أوكي. بعد ما اخلص كل الاكزامبلز يفترض انه هو يكون جاهز لما اورجي له صوره معينه. بالضبط. حكيت هاي الشغلات التطبيقات تبعتها وين؟ عدد الحضور ايه؟ 10. انه مثلا على سبيل المثال في خط الانتاج انه انا عندي في الحصاد انه انا يعني عملت حصاد لبرتقال وممكن يطلع معاه شغلات تانية، فبالتالي بدل ما انا ادخلها في خط الانتاج ويصير في انا عندي عصير برتقال مع شغلات تانية انا مش عارف ايش هي، لا انا بدي الشغلات، انا بدي كلاسيفاير يقدر يحدد انه لحاله من الصورة انه البرتقالة اللي مش برتقالة يستبعدها. تمام؟ او انه انا اوظف موظف عشان يقعد يتطلع ويعمل الشغله هذه. طبعا الماشين ما بتتعبش في الشغله هذه، الموظف انه اكيد راح يكون ابطا وراح يكون محتاج انه هو ياخذ بريك وكل هاي الامور عشان انه هو ينجز العمل تبعه. فبالتالي ممكن تكون التطبيقات تبعتها زي هيك. تمام؟ الشغلة الثانية انه انا لما ابني موديل يتعرف على كات ولا دوغ، لما انا اجي هنا على السيرش انجن واحكي له هنا انا بدي صورة كات، يقدر انه هو يجيب لي كل الصور، انه هو فعلا انه عنده المقدرة انه كل الصور الموجودة عنده في قاعدة البيانات يقدر يميزها انه هذه صورة كات. تمام؟ طيب بدي صورة انه كات اند دوغ، فبالتالي بده يكون في عنده القدرة انه object detection انه يكشف انه في هاي الصورة في كات ودوغ فعلا زي هيك. ما هو ال alt text تمام او الميتا داتا تبعت الصورة في ال HTML ومش دائما بتكون متوفرة، فبالتالي بده يكون في عندي القدرة انه اقدر انه اعمل object detection. تمام؟ بالضبط. نعم. الـ Object
detection example. في الاوبجكت ديتكشن بيعمل لي ماسك زي هيك، بيعمل لي مستطيل، بيعلم الاوبجكت كله، بيحكي لي انه هذا عبارة عن dog، هذا عبارة عن بايسيكل، هذا عبارة عن كار زي هيك. هذه اوضح شوية بهذا الشكل. فبالتالي الميتا داتا في هاي الصور مش بالضرورة انه هي تكون دائما متوفرة. ومصدر الصور هذه مش بالضرورة أن يكون أصلاً موجود على الإنترنت، ممكن تكون هذه عبارة عن صورة موجودة في كاميرا مراقبة، أو ممكن تكون صورة موجودة إنه يعني أخذتها من قاعدة بيانات. تمام؟ يبقى اتفقنا انه هذه هي الماشين ليرنينج. اوكي، طيب نيجي الان ل بدي اتعرف على الماشين ليرنينج بروسيس. تمام، وبعديها بدنا نشوف بعض الخوارزميات. الماشين ليرنينج بروسيس هذه هي، واضحه عندكم الصوره. انه زي ما حكينا انه انا في عندي انبوت فاريبلز، انه هذا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5، وانا في عندي الواي، انا في عندي تو كاتيجوري A و B، ممكن تكون كات دوغ، ممكن تكون اورنج نوت اورنج. تمام، فهذه عباره عن الداتا سيت تبعتي، بجمعها من مكان ما وبدي استخدمها في الماشين ليرنينج. فبالتالي هذه الاكس كابيتال حتكون، وهذه الواي التارجت تبعي. تمام، طيب الان اول شغله بدي اسويها، لازم اعمل حاجه اسمها exploratory data analysis، استكشف البيانات، اعملها visualization، اشوف قديش فيها missing، شو الكاتيجوريز اللي موجوده فيها، شو الدومين تبعها، كل هاي الشغلات انه احنا اوريدي مشينا فيه بالتدريج وصرنا نعرف كيف نتعامل مع البيانات. يفترض انه اذا كان فيها الداتا هذه انه محتاجه لكليننج، انه انا فيها ميسنج فاليو، يا اما انه انا اشيلها او انه استبدلها. مثلا زي ما شفنا كيف احنا ممكن نستبدل هاي 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 بالضبط. الان بخصوص الريدندنت فيتشرز، احنا في عندنا مسميات هذه كلها مرادفات، فيتشرز او اتريبيوتس او كولومز، كلها نفس المرادف، هي الاعمده تبعتي انا في البيانات. هذه انه انا بعمل بروجكشن للبيانات من سبيس لسبيس ثاني. في هذه البرنسبل كومبوننت اناليسيس، انه بعملها بروجكشن. مثلا هي الدايمنشن تبعتها انه 100 دايمنشن، فرحت عملت لها ماب لدايمنشن اقل عشان الفيجواليزيشن. السوم اللي هو سيلف اورجنايزنج ماب، يعني نقدر نعتبره انه زي كلاسترنج، لانه الكلاسترنج ممكن انا اعتبره من استكشاف البيانات. يعني انا على سبيل المثال انا عندي متجر على الانترنت، الكاستمرز تبعوني كيف شكلهم؟ لو قسمناهم لمجموعات كيف شكل المجموعات هذه؟ فهو بروح لحاله، بروح بتطلع الكاستمرز اللي بيشبهوا بعض، بروح بحطهم في مجموعه واحده. هذه برضه تعتبر من استكشاف البيانات. لما نيجي للكلاسترنج للانسوبرفايزد ممكن نحن نتعرض لها. تمام؟ طيب الريدندنت فيتشرز زي ايش مثلا؟ زي ما انا كنت استعرض من البيانات، مش انا جبت الادرس، هنا عندي عمود للادرس وفي عندي عمود لللانجتود وللاتيتود، فهدول عباره عن تكرار. ليش اخليهم الاثنين؟ بعمل دروب لواحد فيهم.
بالضبط بالضبط زي الدي والمنث والشو اسمه في الكورونا او البيانات تبعت الكوفيد عملنا دروب لهاي لانه كل واحدة محطوطة في عمود منفصل فبروح بضي بشيل الريدندنت فيتشرز. لو محتاجة الداتا سيت هذه انه اعملها بري بروسيسنج انه احول الديت لسيزون مثلا او اي شغلة تانية برضو بجري هاي العملية. بعدين بروح بنتقل للمرحلة اللي بعديها انه انا بقسم البيانات انا عندي لترين وتست. عادة النسب هذه انه نسب يعني شائعة، انا حر في اختيارها، لسه حنشوف كيف آلية التقسيم. آلية التقسيم عندنا 80 20 90 10 70 30 تمام. الداتا سيت هذه ليش 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 مبدا انه انا بقسم البيانات انا عندي لترين وتست؟ ما نعلمه على كل البيانات. يعني تخيلوا الموضوع انه انا رحت يعني شرحت لكم في الأمثلة، أنا بدرسكم الرياضيات، شرحت لكم في الأمثلة 10 مسائل الرياضيات ورحت جبت لكم في الامتحان من 10 مسائل، فبالتالي أنتوا فعليا ما قدرتش أقيم مدى تحصيلكم في مادة الرياضيات لأنه مسائل أنا أعطيتكم إياها قبل. لكن لما أديكم مسائل مختلفة نوعا ما لكن نمطها زي نمط المسائل اللي انا حليت لكم اياها، ساعتها بقدر اختبر انه انتم والله في عندكم استيعاب للشرح اللي انا اديتكم اياه ولا لا. فبالتالي البيانات اللي انا بدي اختبر فيها اشوف والله بجيب صوره الكات صح والدوغ صح لازم تكون منفصله. اذا انا اختبرته على جزء او نفس البيانات منها اللي انا دربته عليها بتكون هذه عباره عن حاله من الغش، بصير الموديل حافظ مش فاهم، بتطلع انه على شكل هيك من بعيد بقول هذا من غير بدون ما افكر، يعني بكون باصم الاشي انه هذه الكاتيجوري تبعتها كذا. تمام. طيب هجيت هذه الستيبس بعد ما انا اعمل سبليت للديتا ببدا عملية الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج في هذه الحالة بدي اختار الجوريثم RF Random Forest DT Decision Tree K-Nan K-Nearest Neighbor تمام DL Deep Learning SVM Support Vector Machine. هدول أنا حديكم بعض الالجوريثمز بشكل مبسط على الآخر، بديش أدخل في ثيوري كتير. تمام. بعد ما نختار الالجوريثم نيجي لمرحلة أنه أنا بدي أعمل Classification ولا Regression. عفواً بعد ما أعمل ترين للموديل تمام باجي بعمل له evaluation، والevaluation هذا بدي أقيمه حسب متريكس معينة بتختلف إذا كانت classification أو regression. تمام. هذه الستيبس ككود بسطت لكم إياها هنا. هنا Building Machine Learning Model Steps. أول حاجة Define Y الـ X اللي أنا بدي إياها بالإضافة للـ Machine Learning Algorithm. حنسرد شوية Algorithm الآن بعد ما أحدد هدول الثلاثة. تمام. بعمل Training. Training الـ Method هذه Standard حلاقيها في كل المكتبات اسمها Fit. إيش بدي له؟ X و Y. بقول له خلي بالك هاي الـ Input وهي الـ Output، هاي الصورة والتصنيف تبعها Cat، هاي مواصفات البيت والسعر تبعه هالقد اللي هو نفس هذا الكلام X و Y. تمام. بعديها الخطوة اللي بعدها انه انا بدي اعمل Predict. مدام بعد ما اتدرب بدي اشوف لما نقدي له X معينة قديش قيمة ال Y بطلع لي. تمام. يبقى ال Y بتساوي Model.Predict ل X Example معين. تمام. والمرحله الاخيره انه انا بدي اعمل ايفالويت، انه انا بدي احسب قديش الدقه تبعت الموديل هذا. تمام. طيب نيجي نشوف بعض الالجوريثمز. في عندي خوارزمية اسمها نايف بيزيان،
بشكل مبسط تعتمد على الاستاتستكس، هذه الستاتستيكال ميثود تعتمد على البروبابيليتي. كيف تعتمد على البروبابيليتي؟ هاي في عندي داتا سيت، تمام، داتا سيت صغيره عشان احنا نفهم كيف بيشتغل هذا الموديل. انه انا في عندي اربع فيتشرز، ايش هي؟ عباره عن الاوتلوك اللي هو هل هو الطقس غائم ولا مشمس ولا ماطر، بالإضافة لدرجة الحرارة، تمام، بالإضافة لدرجة الحرارة. في عندي ثلاث فئات: hot, mild, cold، تمام، humidity الرطوبة عندي high ونورمال، والwindy true false إنه هل في ريح ولا ما فيش ريح، تمام. وهنا بلاي جولف يس ولا نو، انه بناء على وضعية الطقس باخذ قرار انه انا العب جولف ولا لا، تمام. فكيف هو بيشتغل بشكل statistical؟ بروح بطلع حاجة اسمها frequency table. ايش في الفريكوانسي؟ ايش في الفريكوانسي تيبل؟ انه على سبيل المثال باخذ هذا الاتريبيوت الاوتلوك، كم كاتيجوري فيه؟ ثلاثه كاتيجوريز: sunny, overcast, rainy. بروح بعمل كاونت، كم مره يس وكم مره نو. لما كان sunny ثلاث مرات لعبت ومرتين ما لعبتش، تمام. لما كان overcast اربع مرات لعبت وزيرو ما لعبتش ولا مره لما كان انه overcast نو. ولما كان rainy لعبت مرتين، تمام، ولما كان نو لما كان ريني بتساوي لما كان ما لعبتش مرتين وما لعبتش ثلاث مرات ولعبت مرتين، تمام. من على الفريكوانسي تيبل هذا انه انا عندي التوتال عباره عن 5 2 و 3 5، فبالتالي هنا 2 على 5 وهنا 3 على 9 وهدول 14 اللي هو عبارة عن عدد السجلات أنا عندي في الداتا سيت. بروح أنا بطلع أنا عندي probability بهذا الشكل، فبالتالي بحسب probability إنه يكون الكلاس yes إذا كانت إنه sunny، بتكون أنا عندي هذا المقدار. هذا الكلام بكرره، تمام، كيف؟ بالضبط حسب probability في الآخر، تمام. هاي هذا الكلام عمله لكل الاتريبيوتس، الاوتلوك والهيوميديتي. الاوتلوك كان عندي فريكوانسي تيبل، راح طلع منه لايكليهود تيبل اللي هو بروبابيليتي يعني. هيوميديتي برضه نفس الفكره، والتمبريتشر بالضبط لكل فيتشر، والكلاس تبعي انه بكون زي هيك. بعد هيك بيجي بحكي لي انه والله اذا كانت مواصفات الطقس زي هيك العب ولا ما العبش؟ بناء على البيانات الاستاتستيكال موديل اللي كان موجود انا عندي، بروح بحسب البروبابيليتي تبعت اليس قديش كانت، طلعت معايا 0.2، والبروبابيليتي تبعت النو بناء على هذه المواصفات طلعت 8 من 10. مين اعلى؟ 8 من 10، فبالتالي الفايل ان كلاس نو بهذا الشكل، تمام. هذه فكره النايف بيزيان بشكل مبسط. يبقى هذا الميثود statistical. بالضبط هتستدعوا. الالجوريثم الثاني اللي هو الكينان، كينيرس نيبور. هذا بيسموه ليزي كلاسيفاير. ليش؟ لانه هو فعليا بتعلمش من قبل وبعديها بروح بستخدمه في البريدكشن. لا، لما بطلب منه تصنيف اكزامبل جديد ساعتها بروح بتعلم. بالضبط كيف بتعلم؟ من اسمه كينيرست نيبر، بروح بجيب اقرب جيران او اقرب اكزامبلز بيشبهوا الاكزامبل المطلوب تصنيفه، تمام، وبروح بشوف ايش الكلاس ليبل تبعهم الغالب وبروح بديله نفس الكلاس بشكل مبسط على الاخر. بالضبط، تمام. يعني على سبيل المثال انا في عندي مجموعه من الفيتشرز،
اللي هي الايج واللون والديفولت والديستانس. كيف بده يحدد انه هذا بيشبه هذا، هذا السجل بيشبه هذا؟ لانه مش بده يجيب اقرب شيء بيشبهه، تمام، باستخدام واحده من المتريكس هذول اللي هو اليوكليديان ديستانس او المنهاتن او المينوسكي. فهي عباره عن معادله انه اكس اي ناقص واي اي. خلي بالكم من الواي هذه مش التارجت، انه بالضبط ايش بروح بطرح؟ بطرح الايج من الايج، واللون من اللون، والديفولت من الديفولت، والديستانس من الديستانس، تمام؟ بروح بجيب السميشن بربعه وبحطه تحت الجذر، بتطلع انا عندي النتيجه النهائيه، الديستانس النهائيه. كيف؟ بالضبط بالضبط زي هيك، تمام؟ الان في الكاتيجوريكال اتريبيوتس كيف بتعامل؟ بالارقام بنقدر نطرح من بعض، لكن في الكاتيجوريكال اتريبيوت يعني مثلا لو كان في عندي ميل وفيميل، انه انا عندي هذا الاكزامبل هيو ميل ميل، هنا ميل فيميل، فبالتالي ايش بروح بعد؟ بعد الاختلافات، هذا الديستانس زيرو لانه مطابقين ميل مع ميل، اما هذا في اختلاف راح اعمل كاونت واحد زي هيك، تمام؟ طيب الان مدام كينرست نيبور يبقى على حسب قيمة الكي، بقول له لو سمحت خذ صنف لي هذا الاكزامبل بناء على السبع اقرب جيران لهذا الاكزامبل، فبروح بجيب اقرب سبعة بشوف ايش الكلاس ليبل تبعهم، والله طلعوا في الغالب كلهم اورنج، فخلاص بروح بدي الاكزامبل الجديد هذا اورنج. طيب لو كانوا خمسة اورنج وتنتين ابل، اورنج بيعتمد مبدا الاغلبيه، فعشان هيك الكي هذه لازم تكون فرديه، يعني باخذ 3 5 7 باخذش 4، لو طلع 50 50 شو اسوي ساعتها؟ تمام، هذا في حال كان نومينال الكلاس عباره عن فئات. طب لو كان زي الهاوس برايس مثلا، انا عندي عباره التارجت تبعي هو عباره عن رقم، ايش بروح بيسوي؟ متوسط. بالضبط، تمام. هذا الجورثم الثاني. الجورثم الثالث ديسيجن تري، ايش فكره الديسيجن تري؟ نفس الداتا سيت هاي بدي اروح اطلعها احولها لتري، بناء عليه بروح بعرف ايش الليبل النهائي. من ايش مكونه التري؟ من روت نود، واضحه الصوره؟ تمام. والروت نود هذه انه انا في عندي تفريعات حسب الاتريبيوت، واخر مستوى اللي هو الليف نود اللي هو عباره عن يس ونو اللي هي تبعت بلاي جولف. يبقى هذا المسار مثلا على سبيل المثال انه اذا كانت ريني وكانت الهيوميديتي هاي يبقى ملعبش زي هيك. هذا المسار اذا كانت صني وكانت ويندي يبقى بلعبش بهذا الشكل. بالضبط، بس هنا اختيار الاتريبيوت بناء على حاجه اسمها الانتروبي، اكيد مرت عليكم ما مرتش تبعون الكوميونيكيشن. هذه جايه من الانفورميشن ساينس، انه انا عندي لما تيجي سيجنال معينه بدي اقيس مدى نقاء السيجنال، هذه بقيسها بالانتروبي، تمام. يبقى الفكره في الموضوع هنا صحيح من خلال انه انا ببني رول، بروح بحسب لكل اتريبيوت، بروح بحسب الانفورميشن جين او الانتروبي، لانه الجين ما هي اصلا مبنيه على الانتروبي. الاوتلوك قديش طلعت معايا؟ 24، تمام. والتمبريتشر طلعت 29 من 1000، والهيوميديتي طلعت 15 من 100، والويندي طلعت 48 من 1000. مين اعلى واحده فيهم؟ الاوتلوك. يبقى خلاص بحطها هي الروت نود.
اذا انا حطيت هالروت نوت ايش بتطلب هذا الكلام؟ انه بصير في عندي بعمل سبليت عليها على كل فئه من فئات الاوتلوك وبنتج عنه سب تيبل. ايش السب تيبل هذا؟ انه في هذا السب تيبل انه هذه كل السجلات الاوتلوك فيها صني تمام فلترتها زي هيك، وهذا كل السجلات فيها الاوتلوك اوفركاست وهنا ريني تمام. بروح بكرر نفس البروسيس للسب تيبل، بضلني افرع 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 لغايه لما تطلع عندي الشجره في الاخر تمام. فهي الشجره، هي المستوى الاول بنيناه، بعديها هي المستوى الثاني، الويندي طلعت هي اللي بدي انا اعمل سبليت عليها وهكذا. بالضبط بالضبط، انا عندي تري بطلع الروت نود تمام، كل ليف فيها كل سب نود فيها بعتبرها عباره عن سب تري وبكرر نفس البروسيس. يبقى الالجوريثم هذا ايتريتيف، متى بتوقف؟ لما يضل لما اخلص كل الاتريبيوتس تمام. طيب سبورت فيكتور ماشين، واضحه الامور؟ معقده ولا مبسطه الالجوريثمز ولا صعبه؟ ماشي، مع التطبيق العملي انه بيمشي الموضوع. في السبورت فيكتور ماشين لما احكي خوارزميه يعني زي كانه انا بدي اخلي الكمبيوتر يتعلم. الخوارزميه يعني هي عباره عن طريقه انه اخلي فيها الكمبيوتر انه هو يتعلم. كل خوارزميه بتخلي الماشين تتعلم بطريقه مختلفه، مره بتتعلم بطريقه احصائيه، مره بتتعلم بطريقه انه ايش الاكثر عناصر اللي بيشبهوا عنصر معين كيان ان، مره بتتعلم من خلال الديسيجن تري، انه انا بروح بقسم بشوف ايش اكثر اتريبيوت بيور بالضبط، هي اكثر اتريبيوت نقي بالضبط بختاره وبفرع الشجره عليه تمام. سبورت فيكتور ماشين انه احنا بدي ابسطها لل 2 دي، وانتم لكم ان تتخيلوها في الان دايمنشنال سبيس. انا عندي اكس 1 واكس 2، فبالتالي لما يكون اكس ان انتم ممكن تتخيلوها في الاكس 1 والاكس 2، انه بتكون انا عندي النقاط زي هيك تمام. بروح بتطلع الوظيفه تبعته انه يعمل سيرش على اللاين اللي بيفصل بين النقاط هدول. هدول النقاط كل واحده فئه مختلفه، لنفترض انه هنا كاتس هنا دوجز تمام، حسب المواصفات في البلوت. فبالتالي هو وظيفته انه يوجد اللاين. هجيت اللاين هذا هجيت اللاين هذا هو ايش ممكن يسوي؟ بروح بجرب بقول طب خلينا نعمل اللاين زي هيك، هل فصل بين التو كاتيجوريز؟ لا، طلع اخطاء كتير. طب ماشي زيح لي اياه شويه هيك، لا طب زيح لي اياه هيك شويه، طب زيح ارفع لي اياه فوق شويه هيك. هيك انت فصلت بين الكلاسز، فخلاص يبقى بجيب الخط هذا عشان انه هو يفصل بين الكلاسز تمام. طبعا هنا في تفصيل في الموضوع انه هو بحاول انه هو يوجد، طبعا في ال 2D بيكون هذا الخط الفاصل عباره عن خط مستقيم لاين، لكن في الاي في الان دايمنشنال بلين في الان دايمنشنال سبيس بيكون هايبر بلين، حاجه مش ممكن نتخيلها. لغايه ال 3D بيكون عباره عن مستوي تمام بفصل بين الكلاسز، لكن في الفور دي شغله بنقدرش نتخيلها لكن بنسميه هايبر بلين تمام. طبعا في تفصيله هنا انه في هو بيحافظ انه يوجد اللاين اللي بيعمل ماكسيما يعني الماكسيموم مارجن عشان يقلل الايرور، انه اللي يعني لانه هذا اللاين
صحيح بفصل بين البيانات، بس ممكن يكون طالع فوق شوية أو نازل تحت شوية، برضو بفصل بين البيانات. بس اللي بيهمني إنه تكون الهوامش على اليمين وعلى الشمال أكبر ما يمكن عشان أقلل الإيرور. لو إجا أنا عندي نقطة إنه هنا على الحفة إنه ما يغلطش فيها، تمام؟ نيجي ل شفنا الديسيجن تري، نيجي الان بالنسبه للديسيجن ريجريشن. طبعا في الماشين ليرنينج انا في عندي شغلتين، كلاسيفيكيشن وريجريشن. كلاسيفيكيشن لما يكون في عندي كاتيجوري، وريجريشن لما يكون تارجت عباره عن نمبر. نفس الكلام، تمام. وهنا بدل ما كان التارجت عباره عن نمبر، عباره عن كاتيجوري، انه بلاي يس ونو عباره عن نمبر اللي هو اورز بلايد. فبالتالي هنا في النهايه انه بتكون الليف نوت عباره عن عدد الساعات. هنا عدد الساعات 41 ونص، هنا 27 ونص، وهكذا، تمام. بس نفس المبدا. نيجي للراندوم فورست، هشرحها بشكل مبسط لانه احنا حنرجع لها بالتفصيل، لانه هيك احنا طلعنا من الكلاسيكال ماشين ليرنينج. كلاسيكال ماشين ليرنينج هي عباره عن الخوارزميات هذه. الراندوم فورست ندخل في موضوع الانسمبل ميثود. ليش؟ لانه ببساطه شديده جدا جدا الراندوم فورست هي عباره عن مجموعه من الديسيجن تريز، تمام. والهدف من هذه الشغله انه انا بعمل اكثر من شجره بتساعدني في تحسين الكلاسيفيكيشن تبعي او الريجريشن تبعي. وبرضه يعني بياخذ القرار بناء على انه لو كان كلاسيفيكيشن بروح بعمل فوتنج بيناتهم، لو كان ريجريشن بروح باخذ الافرج تبع البريدكشن تبعهم، تمام. الان بدنا نيجي للتطبيق العملي في هذا الكلام. واضح؟ اوكي. فهنا بدنا نروح على الكاجل، نرجع ونروح عند وين؟ على الانترودكشن تو ماشين ليرنينج. نفتح على اول درس. حكى لي انه انا بدي اعمل لك ديسيجن تري مبسطه، لا بدون الجوريثم ولا شيء، انا بدي احط لك اياها من عندي، تمام. اجى حكى اذا كان البيت فيه اكثر من غرفتين، تمام، فبالتالي سعره بيكون 188000، واذا كان لا بيكون سعره اقل 178000. طبعا هذه الشجره ادهوك، يعني شجره اي كلام، انا حطيتها هيك من عندي. هو فعليا الريال استيت ايجنسي او مكتب العقارات بيكون هو عنده خبره، هذه الخبره مخزنه في دماغه. انت بتيجي بتقول له والله في عندي شقه او في عندي بيت، بقول لك وين عنوانه؟ بتقول له في المنطقه الفلانيه، في اي طابق؟ في الطابق الفلاني. هو بيبدا يسالك اسئله وبعدها بقول لك هذا سعره بتراوح بين كذا وبين كذا. فعليا بدنا نخلي الماشين لوحدها انه هي تتعلم من قاعده بيانات تبعت الاسعار البيوت، هذا الكلام لوحدها، تمام. الان بالنسبه للديسيجن تري ممكن يكون في عندي اكثر من شجره، تمام، واكثر من مستوى، تمام. بصير السؤال الان انه ايش افضل شجره بتقلل انا عندي الخطا؟ ايش هو الخطا؟ انه تتنبأ بسعر البيت بشكل صحيح، مش بيت حقه 200000 تروح تقول لي والله حقه 10000، تمام. والله اللي انا بتقبل هامش خطا، يعني اللي 200000 ممكن يقول لي انه 198000 ماشي، يعني فرق في 20000 في مبلغ كبير زي هذا انه اتس اوكي يعني، تمام. طيب الان نيجي للبيانات تبعتي اللي هي بدنا نبني عليها ديسيجن تري، اللي هي هذا الدرس الثاني. طبعا بدنا نستخدم الباندا، انتو فاميليار مع الباندا كثير، تمام. الداتا سيت اللي احنا بدنا نستخدمها اللي هي
data about home prices. هذه البيانات من وين؟ ملبورن أستراليا، يعني قاعدة بيانات للبيوت في مدينة ملبورن في أستراليا. تمام، هاي الداتا سيت موجودة على الكاجل. تمام، كيف عرفت انه هي داتا سيت؟ هي هنا انا في عندي بحط انه هي داتا سيت. تمام، طيب الداتا سيت هذه في لها مسار، كيف بدنا نقراه على الكاجل؟ زي ما تعودنا هي المسار، بروح اقراه باستخدام الباندا ريد سي اس في واشوف لمحة عن البيانات هذه بالديسكرايب. ايش رجع لي؟ كم سجل فيها من الكاونت؟ كم سجل فيها؟ 13,000. تمام؟ هجيت الرومز، أقل غرفة قديش فيها؟ بيت واحد. أكثر غرفة كم فيها؟ يعني أكثر بيت فيها 10 غرف. تمام؟ المتوسط الغرف قديش؟ 2.9، يعني متوسط 3 غرف. هنا الاسعار، هنا الاسعار عشانها كبيره فبحط لي اياها انه يعني انه اكسبوننشال. تمام، هذه الديستانس، هنا البوست كود، الرمز البريدي، البيدروم، كم حمام فيها، في هنا مكان للسياره ولا لا. تمام، هنا اللاند سايز، مساحه الارض، البيلدينج اريا، مساحه البناء، الير بيلت، سنة البناء، أقدم بيت اللي هو المينيموم، هاي متى مبني، الير بيلت، مينيموم هاي 1196، وأحدث بيت متى؟ 2018. تمام، طبعا هنا النسب المئويه هذه احنا اوريدي حكينا عنها. تمام، الان نيجي للاكسرسايز. هاي الاكسرسايز، اوكي. طيب فالاكسرسايز التابع لهي انه احنا بس مجرد انه نستكشف البيانات، فبعمل تبدا السيشن. ران للسيت اب، فبالتالي انا عندي هاي الداتا سيت، هاي المسار تبعها، مجرد انه بشكل مباشر بصير انه انا بدي اديله هذا. تمام، تابعوا معي الاكسرسايز لانه اصلا بسيط ما فيش فيه شيء، فممكن انه انتم تطبقوا معايا مباشره. تمام، هيك بفحص انه انا عملت لود للداتا سيت. تمام، طبعا ريفيو للداتا سيت باستخدام الديسكرايب. تمام، الآن في سؤال هنا، كيف؟ كيف؟ أسعار البيوت، يعني إنه يعني إنه هنا يعني على سبيل المثال أنا في عندي على فكرة الـ ID، فممكن إحنا نعدل هذا الكلام. أعتقد إنه هو مش طالبه، بس ID capital. حسب لي إياها incorrect، أوكي مشكلة، مش مشكلة الـ ID. طيب لاحظوا معايا،
طبعا وصف الاتريبيوتس هذه هاي كلها هنا اللاند سايز اللي هو قديش مساحة نبدأ من الأول هنا الرومز نوت اون سبيسيفيك فاريبلز الرومز اللي هو عدد الرومز البرايس برايس ان دولارز طبعا الدولارز هذه دولار أسترالي أكيد بطبيعة الحال تمام ليش هاي هاي الكولومز في 81 كولوم اختاروا ماشي ما احنا حنيجي احلى وصفهم الان يبقى الروم كيف ما في شيء كيف هيو سيل برايس موجود هيو في الاخر انت لو عملت سكرول زي هيك بعدين حاطط هنا نقاط نقاط مع لانه 81 اتريبيوتس مش عارضهم كلهم تمام بس الاعمده هاي السعر اسمه سيل برايس تمام هنا يير سولد السنه اللي تم بيعه فيها البول اريا مساحه البركه لانه في بعض البيوت فيها بركه المهم بقيه الاتريبيوتس هيو الميثود اللي هو عبارة عن property sold تمام اس هذه اس لوحدها property sold اس بي معناها property sold prior بي اي property past in بي ان هذه الشغلات انه في دومين العقارات انه معروفة انه انا اشتريت من المالك ولا المالك باعه لحدا وحدا الثاني هذا باعه لحدا ثالث واشترى مني تمام هنا التايب انا في عندي بي ار بيدرومز اتش عباره عن هاوس انا في عندي فرق بين الهوم والهاوس تمام كوتاج فيليج سيمي تراس هذه كلها كيف شكل العقار هذا هل هو تراس هل هو هاوس هل هو يعني شقة عادية apartment تمام هل هو دوبلكس تمام هنا سيلر جي اللي هو الريال استيت ايجنت سيلر جي اللي هو الايجنت اللي هو اسم مكتب العقارات الديت ديت سولد ديستانس اللي هو ديستانس فروم سي بي دي بالضبط اللي هو مركز المدينة الريجون نيم انا في عندي مقسم المدينة لاربع مناطق ويست نورث ويست اكثر من اربعة تمام تقريبا حوالي ثمان مناطق بروبرتي كاونت اللي هو نمبر اوف بروبرتي ذات اكزيست ان سبيرب يعني عدد العقارات الموجودة في المنطقة حوالينه جيران كثير ولا لا تمام بيدروم 2 هذه عبارة عن انه سكرابت اتريبيوت انه تم تجميعه من الانترنت اللي هو بتختلف من السورس السورس اللي هو هي الروم هذه بتكون اصلا موجودة في قاعدة البيانات بس هذه انه سكرابت انه تم تجميعها من الانترنت احنا وين تمام اوكي فبالتالي يا بعمل دروب لهاي يا دروب لهاي في الفيجواليزيشن او في البروسيسنج او في الماشين ليرنينج الجوريثم او بخليهم التنتين فبالتالي بدي اعمل هاندل لهي الشغلات الباث روم النمبر اوف باث روم الكارز اللي هو نمبر اوف كارز بوتس الكراج تبعها كم سياره بس سياره سيارتين هذه شغلات كثير مهمه احنا عندنا في البيت سيارتين وين بدي احطهم لازم يكون بس سيارتين اللاند سايز مساحه الارض البيلدينج اريا مساحه البناء الكونسل اريا اللي هي عباره عن لاي بلديه تابعه يعني اذا جربنا الموضوع للمنطقه تبعتنا انه هذا تابع لبلديه غزه ولا بلديه شو البلديه اللي تابعه اوكي كيف مش اهم هذول كلهم
اوكي، اهمهم صحيح. في شغلات ثانيه، مش موجودة هنا. اوكي. كيف؟ لا، فايل واحد هذا، فايل واحد. ايوه فايل واحد. 21 كولوم. هذه. كيف؟ هيا هنا أنا في عندي في الدرس الأول هنا How Model Works. لا، من الدرس الثاني أعتقد. الدرس الثاني هي اللينك هذا. هذا من اللينك بتروحي بتشوفي انه بالضبط انه هذه بتفتحي هذه الاريا. Just click here. تمام؟ فهذه يبدو انه هي فيرجن، هو حاطط لينك بس هو مستخدم واحدة تانية، هذه فيها 81 اتريبيوت اللي موجودة هنا. اوكي؟ نرجع. هاي عدد الكولومز كلهم سرد لي اياهم، هيهم زي هيك. يبقى السعر موجود. والروم والروم 2 موجودة على ما اعتقد. ستريت هيو هنا في بدروم، هنا بيسمنت، غراج اريا، بول اريا. يبدو انه هي اصلا مختلفة عنها الداتا سيت هي. نعم مختلفة، دي انه هو ماخذ سناب شوتس مختلفة. على اي حال، على اي حال طبعا احنا العمليات اللي احنا تعودنا عليها هيك، انا بجيب عمود اللي هو اللوت اريا، تمام؟ هيك انا بجيب المتوسط تبع العمود هذا، هيك انا بجيب الستاتستكس لعمود معين، طبعا بدي اجيب المتوسط تبع العمود هذا لللوت اريا من الديسكرايب من الديسكريبشن تيبل لترانسبوز للديسكريبشن، هذا احنا مرينا عليه. هذه التيل اخر خمسة هنا. بعد ما انا نيجي للسؤال، What is the average lot size rounded to the nearest integer؟ What is the average lot size؟ يبقى هنا ايش بدي اجيب؟ هاي اللوت سايز بدي اجيب المين تبعه واعمل له راوند، تمام؟ فبالتالي بيطلع معي هذا الرقم. او ممكن اجيبها بطريقه ثانيه، انه بدل ما اجيبها من الديسكرايب بروح بحكي انه الهوم داتا دوت لوت اريا دوت مين. تمام؟ طبعا احنا يعني هذه بدون راوند، ممكن نطبق الراوند عليها نفس الفكره. انا عندي في داله في البايثون بيلت ان اسمها راوند،
فهنا 10517 وهنا 10517، سواء هذه الطريقة أو هذه الطريقة هي جواب السؤال الأول. فبالتالي أنتوا عندكم الأفريج لوت سايز مكتوب داش داش داش، يفترض أنه أنت تعبيها بهاي الطريقة. طيب السؤال الثاني، as of today how old is the newest house أو home؟ أقدم بيت موجود في الداتا ست هذه؟ لا عفوا، أجدد بيت قديش له مبني؟ أجدد بيت قديش له مبني؟ كيف نقدر نجيبها؟ بجيب الماكسيموم بعدين بطرحها من السنة الحالية، بطرحها من 2020. طب عشان الكلام هذا يضل شغال أنا عندي، تمام، كيف ممكن تسوي؟ في البايثون ممكن إنه إحنا نجيب الير، بعمل هنا عملتها هيو في سيل مختلفة. طبعا انت لو عملنا print للناو، انا عندي ممكن اعمل import للديت تايم وبحكي انه date time dot date time dot now بجيب التايم الحالي، بس وين؟ على السيرفر مش عندي، يعني الساعة 11:12 تقريبا، 12 الا 4 دقائق، احنا عندنا الساعة 2 3 الا 4 دقائق، تمام؟ 2/7/2020. انا بديش التاريخ ولا الوقت، انا بدي السنة، تمام؟ فهي print now، انا ايش بدي؟ now dot year، تمام؟ ممكن اطبعها لوحدها هاي، وطلعت 2020. شو التايب تبعها؟ انتجر. ما دام انه انتجر خلاص انا بدي اتاكد انه هو مش string، عشان لما اعمل عملية طرح ما يسبب ليش مشاكل. فالان جواب السؤال هذا اللي هو now dot year ناقص ال year built max، تمام؟ اعمل تشيك للانسر، it is correct، تمام؟ هيك بيكون خلص الاكسرسايز استكشاف البيانات. ما في شيء جديد بالنسبة لنا، صح؟ نيجي ل your first machine learning model. طيب خليكم معايا، your first machine learning model. طبعا بطبيعة الحال بدي احمل الداتا سيت بالباندا، import panda as bd، هاي مسار البيانات، read csv، هاي الكولومز اللي موجودة عندي. لاحظوا انه هاي نسخة مختلفة من اللي هم، هي نفس الداتا سيت بس هي نسخة مختلفة انه حدد اعمدة معينة، تمام؟ طيب حقيت الماشين ليرنينج الجوريثمز عادة بتحبش تتعامل مع الميسنج فاليو، فبدنا نعمل drop للmissing value، فبقول انه drop an a، فبالتالي هنا malborn data بتساوي malborn data drop an a access بتساوي 0، حيطبق هذا الكلام على مستوى الصفوف. بدي احدد الواي، بدي ارجع هنا على هذا الارتكل وترجعوا على الخطوات، هاي الخطوات مكتوبة عندكم هنا. كيف؟ ثواني بس اطلع الارتكل واجاوب على سؤالك. اول حاجة اعرف الواي، الاكس، الموديل. كيف بعرف الواي؟ بهذا الشكل، الواي بتساوي ملبورن داتا دوت برايس، هاي من الكولومز في انا عندي عمود اسمه برايس، شايفين وينه؟ هاي، تمام. شو سؤالك؟ كيف كيف
لا لا مش جي، هذه يصير له جي كمالة شو اسمه، انا عشان عامل زوم بس. طيب عرفنا الواي، بدنا نعرف الاكس. تمام، الاكس عشان احنا نبسط الموضوع، عشان هذا لسه اول موديل بالنسبة لنا، هو حكى لنا انه استخدم هذه الاعمدة، لانه اختيار الاعمدة بتطلب دومين نوليدج، انه الشغلات اللي بتأثر على اختيار على تحديد سعر البيت اللي هي عدد الغرف، عدد الحمامات اللي موجودة فيها، مساحة الارض، والعنوان اللي هو اللانجتود واللاتيتود. قال لي خلاص استخدم هدول الاربعة، سيبك من التانيات. وانا بديش ادق على الكلام هذا كتير، لانه خلص انا استخدم هدول الاكس او هدول الفيتشرز. تمام، لانه موضوع اختيارهم هذا لسه موضوع تاني، احنا بدنا نركز الان على ماشين ليرنينج موديل. بالضبط. فالان الاكس بتساوي لما بدي اختار اعمده معينه من الداتا سيت تبعتي، فبروح بختار مالبورين داتا وبفتح البراكتس. تمام، وبدي له الفيتشرز تبعتي اللي هي عباره عن ليست من اسماء الاعمده. يبقى الان انا عرفت الواي وعرفت الاكس، صارت جاهزه. شو ضايل؟ الالجوريثم. احنا بنشتغل كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن؟ ريجريشن، لانه برايس سعر البيت نيوميريك. بالضبط. تمام، هنا اكس ديسكرايب عشان اتاكد انه والله البيانات اللي انا ضربتها هي مظبوطه وهي الهيد تبعها. تمام، بيلد يور موديل، احنا حنستخدم مكتبه اسمها سايكت ليرن او اسكي ليرن بيسموها كذلك. في الامبورت حتلاقي امبورت اسكي ليرن. بالضبط، هذه المكتبه من اكثر المكتبات استخداما في الماشين ليرنينج، او تحديدا الكلاسيكال ماشين ليرنينج. ايش بتلاحظوا لما تفتحوا على الويب سايت تبعها؟ ركزوا معايا، كلاسيفيكيشن، هاي الجوريثم، سبورت فيكتور ماشين، نيرست نيبر، راندوم فورست. صرتوا عارفين، صرتوا يعني عندكم فكره على هذا الكلام. ريجريشن، بعمل بريدكشن للنيوميريك تارجت. ايش في عندي الجوريثم؟ اس في ار، سبورت فيكتور ريجريشن، نيرست نيبر. نيرست نيبر بيشتغل بنظام الافرج، اما هنا بيشتغل بنظام الفوتنج. في الجوريثم بقدر استخدمها للحالتين، للكلاسيفيكيشن وللريجريشن. تمام، الكلاسترنج احنا ممكن نرجع له. تمام، المكتبه هاي موجوده، يعني بقدر انه انا اشوف بالاكزامبل كل، يعني مثلا بدي اشوف كيف بدي اكتب كود للنيرست نيبر، بفتح عليه زي هيك. تمام، حلاقي يعني الالجوريثم اللي هو عامله او الاكزامبل اللي هو عامله بده يجيب اقرب فيس لها لفيس انا بعطي له اياه. تمام، فبالتالي انه هيو هنا ككود كيف انه انا ممكن استخدمه. تمام، حنرجع للويب سايت هذا كثير، لانه بدنا نعتمد على الدوكيومنتيشن في هذا الاطار. اوكي، لو بدي الكلاسيفيكيشن كلها بشكل عام، هيو بفتح لي اياها كفئه. تمام، بقسم لي اياهم لينير مودلز، لينير اند كوادراتيك ديسكريمينيتد ديسكريمينانت اناليسيس، سبورت فيكتور ماشين، هيو بيستخدم في كلاسيفيكيشن ريجريشن، ستوكاستيك جريديانت ديسنت كلاسيفيكيشن ريجريشن، نيرست نيبر كلاسيفيكيشن وريجريشن، الى اخره. كل الالجوريثمز موجوده هنا. نايف بايس هذا بس كلاسيفيكيشن، ما بنفع نستخدمه للريجريشن، لانه لازم يكون انه فيها كاونت، بدي اعتمد على البروبابيلتي. على اي حال، بس بدي اورجيكم شغله اضافيه هنا في السايكت ليرن، انه انا بدي ارجع على الصفحه الرئيسيه واروح على الجيت هاب. اللي بدنا نستخدمها هي الاسكي ليرن، والاسكي ليرن حكينا عنها، بس انا حابب اورجي شغله انه في الجيت هاب، عشان اورجيكم قديش انه هذه المشين، انه هذه المكتبه انه هي انه كومون. اخر كوميت صار فيها متى؟ قبل 15 دقيقه، فهي اكتف، انه بصير عليها ابديت باستمرار. قديش عدد الكونتريبيوترز انا عندي؟
أنا كم كوميت عندي؟ عندي 25,000 كوميت، تمام؟ في الكونتريبيوترز وينهم؟ عددهم قديش؟ 1700 كونتريبيوتر من جميع أنحاء العالم بيساهموا في هاي المكتبة، تمام؟ فالمكتبة هذه كتير شائعة استخدامها في الكلاسيكال ماشين ليرنينج. والكلاسيكال ماشين ليرنينج حكينا إنه خيار كتير كويس إذا كانت البيانات أنا عندي واضحة وسيمبل، فبالتالي بروح باتجاه الكلاسيكال ماشين ليرنينج. طيب نيجي نطبق هذا الكلام ككود. ككود حكينا إنه عرفنا الواي، تمام، حددناها انه هو هذا عمود البرايس، والاكس حددناها من خلال هاي الاعمده، تمام. بعديها ضايل ايش؟ تحديد في الديفاين الالجوريثم from sklearn.tree. هذا عباره عن باكج، هذه سب باكج او سب موديول. هنا عندي decision tree regressor. من النيمينج كونفنشن ان decision tree regressor هذا عباره عن كلاس، ومن اسمه ريجريسور معنى ذلك انه بيعمل ريجريشن، بيعمل بريدكشن لنمبر، تمام. بعرف منه اوبجكت من هذا الكلاس، هيو مالبورين موديل بتساوي، انه عرف منه اوبجكت ومررت له الراندوم ستيت. الراندوم ستيت ببساطه شديده جدا انه احنا بنثبت الراندوم ستيت وقت تصحيح الاكسرسايزز فقط، يعني هي الاصل ما تتس... يعني انه انا بتركها بدون ما مرر هذه الباراميتر، واذا انا ما مررتها كل مره بروح بختار راندوم ستيت مختلفه، فاليو مختلفه، مره بحطها 10، مره 7، مره 300، مره 200، عشان يعمل راندومايزيشن او انيشلايزيشن للالجوريثم. احنا بنثبتها هنا عشان لما هو يجي يصحح لي الاكسرسايز يكون الحل تبعنا كله نفس الحل اللي هو عامله، تمام. بس هاي كل الفكره في الموضوع. حتمر علينا كتير تكونوا عارفين ليش بدنا ليش بنستخدمها، لكن في الكومبيتيشنز والريال تشالنجز مش مطلوب منكم انه انتم تحددوا الريال، تحددوا الراندوم ستيت، لانه ما فيش تصحيح، بسلم انا سكور يعني تبع الاكيورسي بالضبط. بعد هيك نيجي لمرحله، المرحله الثالثه اللي هي التريننج فيت للموديل. موديل دوت فيت اديته اكس وواي، تمام. الآن نجي للمرحلة الثالثة prediction، تمام. هنا رحت طبعت أول خمس عناصر وهنا بدي أروح أعمل prediction لإلهم، يبقى هنا model dot predict وأديته الـ x. صحيح، هذا حل في الاكسرسايز اللي بعده حيكون فيه تقسيم، تمام؟ هيكون في ايفالويشن. هاي هنا يبقى هذه الخطوات ككود. واي بتساوي الداتا فريم تبعي، انه بختار اسم الكولوم واي، والاكس بتساوي الدي اف، وبحدد الفيتشرز تبعتي كليست زي هيك اكس 1 اكس 2. بعديها بعرف الموديل من الاسكيلر ديسيجن تري، حطيته دي تي كابيتال. بعديها الموديل دوت فيت اكس واي. بعديها هذه هيك بيعمل تريننج للموديل. الآن مرحلة البريدكت، هاي قسم لكم إياها، هاي كمان مرة define، هذه ستيب واحد، ستيب اثنين train، ستيب ثلاثة predict. بحكي إنه الموديل dot predict وبديله هنا x. x capital إنه أنا في عندي عدة أعمدة وعدة سجلات، ممكن اديله سجل واحد او عدة سجلات.
طبعا البريدكشن هذه برجع لي اياها، فعشان هيك انا بدي اخزنها في متغير اسمه بريدز، تمام؟ واروح اعرض البريدكشنز هاي، تمام؟ فالان مطلوب منكم انه بالرجوع لهذا الدرس انه انتم تحلوا الاكسرسايز هذا، يور فيرست ماشين ليرنينج الجوريثم. حتلاقوا حالكم انه انتم بتطبقوا هاي الخطوات. مش هذا الاكسرسايز، طيب اول حاجة بشكل سيت اب، تمام؟ بعديها specify the target، بس قبليها انه print list of columns عشان تعرف النيم تبع التارجت. فبقول انه اسم الداتا home data والتارجت تبعي هو السيل برايس، فبحكي انه الواي بتساوي home_data. طبعا بياخد نسخة منه وبحطه في الداتا فريم واي او في السيريز واي، تمام؟ بعد هيك بدنا نحدد الاكس، بحكي لي انه استخدم هدول الاعمدة بالضبط. لقيت الفيتشر كولومز بحطهم في لستة زي هيك، بشكل سريع لاحظوا هنا اذا في الكود انا بديش يعني اروح في الليستة وظلني اعمل سكرول على اليمين وعلى الشمال، ببساطة انه ممكن عند مرحلة معينة بروح هنا وبعمل انتر لحاله، بروح بعمل الاين انه بكمل الليستة هنا وين ما بدأ. هيك انا خلصت الفيتشرز. الان بعمل هوم داتا اوف الفيتشر، اعمل تشيك للانسر ات از كوركت. ريفيو للداتا، فبالتالي بعمل ويدو ستاتستكس اللي هي الاكس دوت ديسكرايب، وهنا الاكس دوت هيد. تمام، ممكن اعمل هذا الكلام في تو سيلز منفصلات، لانه هذا فيش فيها كوركشنز فبالتالي ما فيش مانع. وهنا بشيل البرنت عشان يطلع لي انه بشكل انه افضل من هيك. اي بعمل كمان وحده، اوكي. هنا بحكي لي انت عشان تستخدم الموديل from ايش اسم المكتبة ASCII.learn.tree import decision t
3 بالتاب على طول تطلع معايا regressor ولا classifier regressor. تمام، معرف منه object. تمام، بحكي لي set a numeric value when specifying the state. فبالتالي هنا بدي له random بعمل fit للموديل x y x capital بتعود دائما و x small. والنيمينج كونفنشن هذا تبع الاكس كابيتال والاكس سمول برضه موجود في كل المكتبات، بدنا نتقيد فيه. فهنا تيز كوريكت. ميك بريدكشنز، كيف نعمل بريدكشنز؟ اسم الموديل، بس خليني اقرا لايش طالب. يوزنج اكس، كل الاكس في المثال احنا اول خمس عناصر. تمام، فبالتالي هنا دوت بريدكت للاكس كلها. واطبع البريدكشنز، هذه عباره البريدكشنز هذه عباره عن لسته، انا اديته ليست للاكس فبرجع لي ليست اوف بريدكشنز. هاي شايفين هنا نقاط نقاط نقاط. اول بيت سعره 208,000، ثاني بيت 181,000 وهكذا. تمام؟ طيب think about your results. هنا نيجي بدنا نقارن النتائج هذه اللي طلعها مع الواي الاصليه بالضبط. ناخذ اول خمسه بنقول واي دوت اد، طيب نيجي عند البريدكشنز فبيقول له هنا بريدز، ايش اسم البريدكشن هنا؟ predictions. طبعا الهيد هنا مش حيمشي معايا لانه هذه مش داتا فريم، هذه عباره عن نمباي اري، يعني لو شفت التايب تبعها فبالتالي عباره عن نمباي اري، فبالتالي بنفع معاها السلايسنج، انا بدي من الاول لغايه خمسه. طيب هذا الكلام بدنا نقارنه مع بعض. أول بيت 208,500، هذا الأصلي السعر الأصلي الترو، وهنا قديش طلعه في البريدكشنز؟ إكزاكت، وهنا 181,500 نفس الشيء، يعني موديل بيرفكت على الآخر بس غشاش. ليش؟ لانه احنا سالته على اسعار بيوت هو اوريدي تعلم عليها. تمام، فبالتالي هذا الكلام احنا بدنا نسويه في الدرس الجاي، انه احنا بدنا نعمل سبليت بين الترين والتست. بس خلينا نعمل سيف وكوميت لهذا الشغل. ونروح على الموديل فاليديشن. طيب قبل الموديل فاليديشن احنا محتاجين انه ناخذ شويه انه هي ايش طرق الايفالويشن. طرق الايفالويشن بدي ارجع على وعلى هنا ماشين ليرنينج بروسيس. احنا وين ماشيين في البروسيس؟
ماشيين بالترتيب، جبنا البيانات، حددنا الـ X والـ Y، عملنا لها استكشاف، هذا كله احنا اوريدي خلصناه في الدروس السابقة، تمام؟ شفنا كيف نعمل البري بروسيسنج، حنرجع للبري بروسيسنج، بدنا نيجي للمرحلة هاي اللي بدنا نعمل سبليت للداتا لترين وتست. الآن التست هنا حسب نوع البروبلم، إذا كانت كلاسيفيكيشن أو ريجريشن. فإذا كانت ريجريشن في هنا عندي متريكس خاصة فيه، تمام؟ هذا الكلام كله ملخصينه أو ملخص هنا. في انا هحط لكم الروابط، هو الارتكل موجود بس انا مش حاطط لكم الروابط عندكم هناك، حاطط لكم اياه. هاي الريجريشن، هاي الكلاسيفيكيشن، وهاي الايفالويشن بشكل عام. طيب احنا متفقين ان احنا نقسم البيانات لجزئين، قديش النسبة؟ مش خلاف 70 30 20 80 90 10، بس لازم يكون في عندي بيانات للترين وبيانات انه اعمل فيها ايفالويت للموديل. الان انه بدنا ناخذ برضه في عين الاعتبار انه الترين هذه ممكن اخذ برضه منها جزء، ايش بدنا نسميه؟ فاليديشن، فاليديشن سيت. فبالتالي بده يكون في عندي ثلاث اجزاء، ترين فاليديشن وتست. التست بمسكهاش خالص الا لغايه مرحله الايفالويشن. الفاليديشن هذه لايش بستخدمها؟ بستخدمها عشان اعمل هايبر باراميتر تونينج، تون للهايبر باراميترز. ايش المقصود بالهايبر باراميترز؟ اللي هي عباره عن المعاملات او العيارات تبعت الماشين ليرنينج الجوريثم. يعني على سبيل المثال الكي ان ان، مين احسن نختار 7 ولا 5 ولا 3 ولا 11؟ فكيف بدنا نحدد هاي الشغله؟ بروح باخذ على الفاليديشن سيت، بروح بجرب مره 3، قديش طلعت النتيجه؟ هالقد. بروح بجرب مره 7، لو هذا الكلام عملته على التست برضه بندخل في منطقه الغش، ما ينفعش. فباخذ جزء من التريننج بجرب عليه وبحدد الهايبر باراميتر، والالجوريثمز فيها هايبر باراميتر كثيره، واحنا بس اخذنا مثال هنا في الكي ان ان. اوكي؟ طيب الان نيجي للايفالويشن ميثود للكلاسيفيكيشن. للكلاسيفيكيشن بطلع حاجه اسمها كونفيوجن ماتريكس. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي تو كلاسز اورانج ونات اورانج، وهذا الكلام بينطبق لو كان انا عندي ان كاتيجوريز، تمام؟ فانا عندي هنا بوزيتيف ونيجاتيف، هذا الموديل طلع لي البوزيتيف والنيجاتيف، والتارجت هنا طلع لي انه مش طلع لي عفوا انه هو اصلا موزع بين البوزيتيف والنيجاتيف بهذا الشكل، تمام؟ على هذا الاساس انه هذا بدي رموز هنا A و B C D، تمام؟ وبروح بحسب شغله اسمها sensitivity و specificity، تمام؟ وعلى هذا الاساس بيكون انا عندي الاكيورسي اللي هو ال A زائد ال D اللي جابهم صح، هدول جابهم غلط بالمناسبه، هلقيت حقولكم ليش غلط، تمام؟ ال A زائد D اللي جابهم صح على مجموع ال A وال B وال C وال D اللي هو عباره عن مجموع كل البيانات، تمام؟ ناخذ مثال بالارقام. طيب الان التارجت انا عندي 20 نيجاتيف، تمام، و70 بوزيتيف، تمام. يبقى الموديل من البوزيتيف هدول انه هو بوزيتيف وفعلا جاب بوزيتيف قديش؟ 70. لكن هو نيجاتيف والموديل جاب لي اياه بوزيتيف قديش؟ 20. والان نيجي هنا للعكس، تمام؟ هنا الموديل جاب لي اياه نيجاتيف وهو بالفعل نيجاتيف 80، والموديل جاب نيجاتيف لكن هو فعليا بوزيتيف 30. فبالتالي اللي جابهم صح وين؟ هاي
السبعين والثمانين. فبالتالي الأكيوريسي هي عبارة عن السبعين زائد الثمانين على مجموع هذول كلهم، تمام؟ فبالتالي في الكلاسيفيكيشن في عندي ثلاثة متريكس، تمام؟ هذول المتريكس بنسميهم بريسيجن وريكول والأكيوريسي. الأكيوريسي شفنا كيف نحسبها، هي عدد الكوريكت على مجموع البيانات، سبيسيفيتي السنسيتيفيتي إنه هي المعادلة تبعتها اللي هو الـ A على الـ A زائد الـ C، والسبيسيفيتي هي الـ D على الـ B زائد الـ D، تمام؟ هذا بخصوص الكلاسيفيكيشن، كيف نحسب نعمل له ايفالويشن. انا ملزمني مترك قياس قديش انه هذا الموديل انه هو كويس، فلازم انه يكون من خلال مقاييس ستاندرد بستخدمها لكل الالجوريثمز. المقياس الستاندرد للكلاسيفيكيشن بروبلم هي البريسيجن والريكول والاكيوريسي، تمام؟ يبقى هذا السنسيتيفيتي او الريكول والسبيسيفيتي واللي هي the precision. طيب نيجي ل الريجريشن. الريجريشن عباره عن ارقام مش كاتيجوريز، فبالتالي بروح بستخدم حاجه زي مثلا الروت مين سكويرد ايرور ار ام اس اي، هي عباره عن البي هي البريدكشن والاي هي الاكشوال. مثلا على سبيل المثال سعر البيت 57,000، قديش طلع لي؟ 55,000، قديش الايرور؟ 2000، تمام؟ بربعه بروح على الاكزامبل اللي وراه، قديش حق البيت؟ 43، قديش جاب لي؟ 43,500، قديش الايرور؟ 500، بربحها بجمعها مع حديق وهكذا والناتج بحطه تحت الجذر، هذا اللي هو الروت مين سكويرد ايرور، تمام؟ في هنا عندي الريلاتيف. الريلاتيف بيكون انه هو عباره عن الفرق مربع، يعني مجموع حاصل الفرق مرفوع على القوه 2 على الاي المتوسط بالضبط، لانه بحسبه ريلاتيف. المين ابسوليوت ايرور بحطوش تحت الجذر، باخذ القيمه الابسوليوت وهنا بقسم على العدد، تمام؟ والريلاتيف بدل ما اقسم على الان بروح بقسم على قديش الانحراف عن المتوسط، تمام؟ هذا الكلام لو احنا شفناه في كمثال، هاي الاكشوال برايس وهاي البريدكتد برايس، هذا 13 12، قديش الايرور؟ 1. هنا هاي المعادله، هذا عباره عن المين ابسوليوت ايرور. الابسوليوت ايرور اللي هو عباره عن هذا ناقص هذا ابسوليوت، تمام؟ هذا الايرور يعني لو كان قيمه سالبه هي صار بالموجب بالمين ابسوليوت ايرور، تمام؟ هذا فيش فيه ايرور زيرو. هذا الايرور قديش؟ 6. هذا الايرور كبير 12، تمام؟ الان الروت مين سكويرد ايرور بروح باخذ المين ابسوليوت ايرور وبروح بربعه برفعه للقوى 2 وبحطه تحت الجذر. هيو هذا الكلام هنا في المعادله، انه هنا برفعه للباور 2، عفوا للباور نص بهذا الشكل، وهنا بس مجرد انه انا بجيب المجموع. فلاحظوا هنا انه انا عندي المين ابسوليوت ايرور انا عندي 29، معنى ذلك انه بغلط في اسعار البيوت بنسبه 29 كمتوسط، وهنا 56. فهذا ميجور وهذا ميجور. الخلاصه انه في النيومريك يا بستخدم هذا يا بستخدم هذا، المهم انه انا استخدم شغله موحده. ليش؟ لانه بقارن، يعني على سبيل المثال بقارن مثلا الالجوريثم واحد والالجوريثم 2، اذا انا بقارن بنفس المعيار ما بتفرقش معايا قديش قيمه الايرور، بقدر اقول مين الاحسن. اذا والله واحد جاب 56 والثاني جاب 33، اللي فيه ايرور اقل هو الافضل، تمام؟ طيب نرجع هنا على الاكسرسايز تبعنا، ايش بيقول؟ بيقول انه ايش الميجر بده يستخدمه؟
مين ابسوليوت ايرور، صرنا عارفين كيف انه هذا كستاندرد بيستخدمه. تمام، الايرور هو عباره عن الاكشوال ماينس البريدكتد، يعني لو كان سعر البيت 150,000 وعمل لي بريدكشن انه 100,000 فبالتالي الايرور 50,000، ايرور كثير عالي. وبنروح نحسب المتوسط تبعه. كيف بدنا نحسب الايرور؟ في عندي داله جاهزه from sklearn metrics import mean absolute error. واضح من النيمينج كونفنشن هاي عباره عن ايش؟ عباره عن ميثود، ميثود داله. تمام، لانه مش كلاس. تمام، فبالتالي هاي استدعاها هنا بشكل مباشر. هاي شايفين جاب لي بريدكشن، عمل بريدكت، وايش ادى له؟ ادى الايرور تو باراميترز، الاكشوال والبريدكتد. الاكشوال والبريدكتد، فبالتالي طلع له الايرور قديش؟ 434. تمام، بس هذا الكلام احنا حكينا انه بدنا نعمل تقسيم للبيانات. كيف بدي اقسم البيانات؟ اسكيلر موديل سيلكشن امبورت ترين تيست سبليت. ايش بدي له؟ ترين تيست سبليت هذه عباره عن داله برضه من النيمينج كونفيجن، الاكس والواي وراندوم ستيت. تمام، ايش بترجع لي؟ فور بيرز، اللي هو ترين اكس val x train y val y. خلي بالكم هنا بقصد الفاليديشن على التست يعني. تمام، طيب بعرف الموديل، بعمل ترين. لاحظوا وين عمل ترين، وين عمل فيت؟ على ترين x وترين y، التست ما استخدمهاش. بعديها عمل بريدكشن، ايش اداله؟ اداله الفاليديشن الفال x. بعدها حسب الايرور قديش طلع الايرور؟ 26 او 206,000. كيف؟ كيف نسبة؟ هذا بيكون كلاسيفيكيشن. لكن الريجريشن ايش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه بالمتوسط بغلط في سعر البيت 260,000 دولار. ايرور كثير عالي، مش مقبول بالمره. تمام، انا وقت ايش بقبل؟ انه بقول والله انه انا بقبل انه يكون في عندي ايرور في اسعار البيت بلس ماينس 10,000، 5,000 ان كثرت. لكن انت تقول لي انه انا عندي في الايرور 200,000، لا شيء كثير كبير، ما ينفعش. بالضبط بالضبط. تمام، فهذه احنا بدنا نقللها قدر الامكان، هنشوف كيف بدنا نقللها قدر الامكان. تمام، فالان دوركم انه انتم تطبقوا هذا الكلام. هنا زميلتكم تسال انه الايرور هذا اللي حسبه اللي هو 434 اللي هو حوالي 500 دولار، 500 دولار كايرور سعر البيت هذه لا شيء، يعني شيء لا يذكر. بس ليش طلعت معايا انا قليله هالقد؟ لانه احنا ما قسمناش البيانات لترين وتيست، عملنا بريدكشن من التريننج داتا نفسها، من الداتا نفسها. لكن الايرور الفعلي لما احنا قسمنا البيانات كثير كبير، 260,000. تمام، فهذا فعلا بيعكس قديش مقدار انه الموديل هذا الدقه تبعته قديش انه هو في عنده ايرور. طيب هو مهيئ لي كل حاجه، اعمل امبورت للباندا للديسيجن تري ريجريسور، حدد لي المسار تبع البيانات، قرا لي اياه، جهز لي الواي وجهز لي الاكس. قال لي خلاص انت عديت هذه المرحله، يفترض عارف هذا الكلام. تمام، عرف موديل هنا ديسيجن تري ريجريسور، عمل فيت لكل البيانات. ليش؟ ايش الهدف من هاي الشغله؟ بده يورجيني الايفالويشن تبع الموديل الغشاش. تمام،
فبالتالي بدنا نحسب الايرور تبعه. فطلع انا عندي بنقارن بين التنتين قديش بيطلع معايا. اكزاكت تقريبا ما فيش ايرور، نفس الاشي تمام. بعدها split your data sklearn model selection import train test split. تمام، ما انساش انه ادي له الراندوم ستيت بتساوي 1. طيب ترين تيست سبليت دي له واستدعي هاي الداله وادي له الاكس والواي والراندوم ستيت. تمام، وهنا ترين اكس val x train y val y. اوكي، بعد هيك بدي اعرف الموديل، اعرف اوبجكت منه وادي له train x وترين y. تمام، بدي اعمل البريدكشن. val prediction بتساوي الموديل وهنا بدي له val x اللي هي التست داتا تبعتي. تمام، الان بدي اظهر فيو فاليديشن بريدكشن بالاضافه للاكشوال برايسز. فبالتالي هنا اخترت انا اظهر اول سبعه من الفال بريدكشن والفال واي اول سبعه. بنشوف هنا اول واحد 186,000 اللي هو البريدكشن، والاكشوال 231، فبالتالي في ايرور نوعا ما كبير شويه. الثاني 184,000 وهنا 179,000، تقريبا حوالي 5,000. 130,000 122,000 تقريبا حوالي 8,000 وهكذا. فبدنا نحسب الايرور لكل الموديل هذا، لكل البريدكشنز اللي انا عملتها من خلال المين ابسوليوت ايرور. بعمل له import sklearn matrix وبدي له الفال y والفال prediction، بروح بطبعه طلع تقريبا حوالي 29,000. معنى ذلك انه متوسط الخطأ في سعر البيت 29,000 دولار استرالي. تمام، الان احنا ايش بدنا نسوي؟ بما انه احنا تعرفنا على الداتا سيت تبعت الايريس، بدي اروح هنا على الداتا واروح افتح الايريس. ايش السبب انه احنا بدنا نشتغل على الايريس؟ لانه هذه عباره عن كاتيجوريكال داتا. تمام، فبدي انا الداتا سيت ايريس فلاور داتا سيت، بفتحها زي هيك. تمام، بعمل نيو كيرنل عليها، نيو نوت بوك. بدي اسمي الكيرنل هذه ايريس كلاسيفيكيشن. بدنا نشتغل على كلاسيفيكيشن بروبلم مش ريجريشن بروبلم. بياخذ الداتا سيت المسار تبعها، احكي له dir بتساوي bd.read.csv، دير المسار تبع البيانات. وهنا ممكن اعرض، فبالتالي انا عندي هاي الداتا سيت بهذا الشكل. تمام، بدي اكتب هاي الخطوات. اوكي، data classification. هنا بدي احطه public. step number 1، خليني افتح markdown.
define y x model. هنا ببدأ أعرف ال y. y بتساوي إيش؟ df dot إيش اسم العمود؟ هاي species. بعرف ال x اللي هي الأعمدة هدول كلهم ما عدا ال y. تمام؟ فممكن إنه أعمل إنه df dot co columns عرض لي اياهم كلهم زي هيك، وهنا بحكي انه الاكس كابيتال بتساوي الدي اف اوف، خلينا نعرفها في لسته لحال، وباخذهم جاست لايك ذس. تمام؟ وبحكي له هنا وبعرض الاكس. اوكي، هيها اجت بدون الواي. قديش عددهم؟ 150 روز في 4 كولومز. والداتا ست الأصلية 150 في 5 مع الواي. 150 زهرة، 50 50 50 من كل نوع. هجيت هذا الكلام أنا ممكن أسويه بطريقة مختلفة. طريقة ممكن تكون أسهل شوية إذا كان عدد الأتريبيوتس أكثر. كيف؟ بحكي إنه الإكس بتساوي df dot drop، وبحكي هنا الكولومز بتساوي، بفتح زي هيك وبحط الواي اللي هي species. هيك في خطوة واحدة عملت drop للكولوم. هجيت الداتا فريم الأصلي تغير إشي؟ لا، لا. إلا إذا حطيت in place بتساوي true، لكن الكلام هذا رجع وخزن لي إياه في داتا فريم x capital. هاي شوف ال x capital زي هيك، ونتأكد من هذا الكلام هاي 150 في 4 إنه نشوف ال df زي ما هو، ما عملش drop لل y. فبالتالي هيك أنا باخذ x لحال وال y لحال من البيانات. طيب تعريف الموديل from ASCII learn tree decision بس just tab import classifier ولا regressor classifier هذه classification problem. تمام، وبروح بعرف منه object decision tree او dt بتساوي، او خلينا نتفق على standard model بتساوي بلزم ادي random state في تصحيح هنا. لا ما فيش. تمام، وبدنا نقسم البيانات. خلينا نقسم البيانات قبل، يفترض انه احنا نقسم البيانات. فبالتالي هنا from sklearn.model selection import train test split. وهنا اتفقنا انه train x capital val train y small train test. اوكي خلينا نتفق انه بدنا نسميها val test x capital test y بتساوي train test split، وبدي له ال x وال y، ما فيش داعي لل random state. هيك البيانات صارت جاهزة. بس ممكن انه انا اتفقد كيف، بقول له هنا
تمام مظبوط. قديش عددها؟ 112 في 4. طب نشوف الترين واي، نفترض تكون برضو 112. طبعا اياهم كلهم تمام، لانه اصلا يعني ما دام انه عددهم قليل، 112 لل 150 قديش باقي؟ يعني 2 و 8 و 38. الفال او تيست اكس تمام، كيف؟ صحيح. هو في يبقى هنا تيست اكس كابيتال، هنا تيست 1 مظبوط. هيك هذه 112، ترين واي لازم 112 مظبوط. التست اكس 38 تمام، نتأكد من هذا الكلام. تست اكس دوت شيب 38 في 4. اوكي، هيك عرفنا الكلاسيفاير والداتا سيت صارت جاهزة. الآن مرحلة التريننج. التريننج هي عبارة عن موديل فيت ترين واي. مش سميناه موديل برضو ولا ما عملناش؟ لا، انا ما عملتش رن لل هذه، مش عاملها رن. كيف مش عاملها رن؟ كيف عرفت انه هذه ما فيش نمبر؟ هذه انا شغلتها قبل هيك، هي وفي نمبر هنا، فهذه انا مش مشغلها، فمع حق الراجل، فهيك خلص التريننج. الان نيجي لمرحله البريدكشن. بريدز بتساوي موديل دوت بري تيست اكس الآن ممكن أقارن، أقول له أعرض لي أول خمسة من البريدز، سيتوسا عفوا فيرسيكالر، سيتوسا سيتوسا فيرجينيكا فيرسيكالر، ونشوف هذا الكلام هل هو صحيح في تيست واي. أول خمسة فيرسيكالر فيرسيكالر، سيتوسا سيتوسا، برضو سيتوسا سيتوسا، فيرجينيكا فيرجينيكا، فيرسيكالر فيرسيكالر، مظبوط. بس بدنا نحسب الاكيرسي. الاكيرسي اللي هنا ما دام انه كلاسيفيكيشن، فهنا فروم اسكي ليرن ماتريكس import classification او في حاجه اسمها accuracy accuracy score، وهنا بحكي له print accuracy
accuracy score بديله لترو y او تيست y. هنا في باراميتر اسمه y true بتساوي، يعني لو عكست الاوردر بيكون، وهنا y predicted بتساوي breads. تمام. طيب نجرب، بدنا نعمل تيست اكزامبل جديد بتساوي بي دي، نمرر له اياه كداتا فريم، في الداتا فريم داتا بتساوي نفتح ديكشنري وهي عبارة عن الأعمدة، لازم تكون نفس الأعمدة، ف df dot columns باخدها زي هيك وبحط لها value. هذا العمود الأول، هذا key، الفاليو عبارة عن قديش طول السبلة، حط أي فاليو من عندكم، مثلا 4.9، حتى ولو كانت فاليو واحدة لازم تكون في ليست. طيب هذا العمود الأول، العمود الثاني هيو الفاليو 1.4، وهنا 5.2، وهنا 8. الآن كيف بدي أعمله بريدكت لهذا الإكزامبل الجديد اللي إجا عندي؟ أنا ماشي في الشارع، صادفت زهرة، أخذت قياساتها، بدي أشوف شو التصنيف تبعها. model dot predict test example بحكي لي إنه هي فيرجينيكا، تمام؟ لازم صنف لي واحدة من هدول الثلاثة، واحدة من هدول الثلاثة اللي هو بيعتقد انه اقرب شيء، حتى لو كانت ايرور بقول لك هي اللي بعرفه، انت علمتني هيك، انت علمتني على ثلاث فئات، هي المنهاج تبعي، فبالتالي مش ما تتوقعش انه انا اجي اقول لك انه انا اذا رحت اديته قياسات سيارة مش مستحيل انه يقول لي سيارة، كل علمه انه ثلاث، يعني انه انا عندي بس هو بيعرف الازهار. بقول كيف، بقولش انه بعرفش، بس يعني في عندي بعض الكلاسيفاير، يعني مثلا زي النايف مش بيطلع لي نسبة مئوية، احنا قلنا 80.8 و 0.2، صح؟ اذا انا كنت مثلا انه وصلت لنسبة معينة بقول له، اذا كانت انه يعني لو قال لي مثلا 65 و45، لا في تقارب كبير في النسب، فبقول له اذا انت البروبابيليتي تبعت الكلاس الاعلى ما كانتش اعلى من 70 قول لي بعرفش، فبحطها في اف ستيتمنت في بعض الالجوريثمز زي هيك. نعم، واحد من الكلاس حتى لو كان غلط. نعم،